أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دار الطبيب الموسم السادس على قناة الصحة والجمال. زي ما عودكم دايما برنامج دار الطبيب على استضافة النخبة في كافة التخصصات. النهاردة هنتكلم عن مرض يعتبر المشكلة الاجتماعية الأولى عند كتير من الفئات في المجتمع المصري، هو مرض التوحد. مرض التوحد ده اللي هنعرفه النهاردة، في أساليب كتير قوي لعلاجه، بس الأفضل والأمثل هو عن طريق أن أنت تعرف سبب مرض التوحد. هل بيكون السبب جانب النفسي مثل بعض الأطباء ما بيقولوا، ولا هو جانب عضوي بحت؟ ضيفي الكريم النهاردة دكتورة رشا جبر، استشاري طب الأطفال والمراهقين بكلية الطب جامعة الأسكندرية، والمتخصصة في الأمراض النفسية والعصبية للأطفال، والباحثة بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وصاحبة أول بروتوكول لعلاج مرض التوحد والصرع. انتظرونا. مساء الخير يا دكتور رشا. مساء الخير يا فندم. انا اشكر حضرتك جدا على التقديمه الجميله دي، واتمنى ان شاء الله ان يكون برنامج ناجح، وان الساده المشاهدين كلهم يستفيدوا من اللي احنا هنقوله النهارده، وبوعده ان كل اللي هنقوله جديد ما اتقالش في اي مكان. دكتور رشا، خليني ابتدي كلام مع حضرتك عن مرض التوحد. في كتير من الابحاث اللي بتحاول توصل لاسباب مرض التوحد. البعض منها بيتكلم ان المرض هو مشكله نفسيه سلوكيه، والبعض الاخر بيقول ان هو مرض عضوي. عايز اعرف الابحاث اللي حضرتك عملتيها وصلت لايه، ونتائجها كانت ازاي على المرضى؟ طيب خلينا نبدا الموضوع ده من بدايته كده. تعريف التوحد في الحقيقه جاء على ايد علماء السايكولوجي في الاربعينيات. تمام. اياميها اتعرف على انه اضطراب سلوكي، تمام، له اعراض كتير تتعلق باضطرابات التواصل واللغه عند الاطفال. اياميها كان اعداد المصابين بالتوحد الحقيقه اعداد بسيطه جدا، حتى ان الاعراض ما كانتش بالشده اللي بنشوفها دلوقتي. وكان طيب. طبعا من الطبيعي ان الاتجاه العلاجي كله يتجه ناحيه المدرسه السلوكيه او برامج تعديل السلوك. اما الان ومع التزايد الهائل في اعداد المصابين بالتوحد، اللي بيصل على فكره لواحد لكل 59 طفل مصاب بالتوحد، واحد كل 59 طفل. ايوه، والمعدل ده على فكره بيزيد. انا عايز اقول لحضرتك 59 ده لحد فتره، لحد ما انا عملت البحث بتاعي، هو العدد دلوقتي اكتر كمان. لما العدد زاد بالطريقه دي، احنا اصبحنا دلوقتي في حاجه ماسه للتعريف اخر للتوحد يؤهلنا لخطه علاجيه اخرى تمكننا من ان احنا نساعد الاطفال دول. وعلشان كده التعريف اللي هقوله دلوقتي هو تعريف مبني على ابحاث علميه، بيقول ان التوحد الاتي هو مرض يصيب الجهاز العصبي في طفل عنده الاستعداد الوراثي لكده. يعني لازم يكون عنده استعداد وراثي عشان يحصل الجانب العضوي. بالظبط. يسبب ايه بقى؟ التهاب عصبي مستمر مزمن مع الطفل، وبعدين نتيجة لهذا الالتهاب العصبي يبدأ يحدث تلف بخلايا المخ، تلف بالخلايا العصبية واضطرابات في مراكز المخ واضطرابات في التنسيق الحركي، ده اللي بنسميه بعد كده أعراض التوحد. طيب دكتور رشا، خليني برضو أكون صريح معاكي. حضرتك عارفة المجتمع المصري بيبقى أكتر ناس بتبقى بتقول إحنا نسأل مجرب وما تسألش طبيب. تمام. بيبتدي يبقى عنده عادات كتير قوي مغلوطة، فخلينا نستغل وجودك معانا ونرد على الموضوع ده. هل فعلا مرض التوحد بيجي للطفل اللي بيكون مدمن على التكنولوجيا، يعني بيمسك بيتفرج على التلفزيون كتير، بيستخدم التابلت كتير، الموبايل، هل فعلا ده بيكون احد الاسباب الرئيسيه للاصابه بالمرض؟ الحقيقه ده مفهوم خاطئ بالمره. طبعا هو مفيش حد ابدا يقول ان الطفل يفضل قاعد طول النهار قدام الشاشات وقدام التلفزيون او قدام التليفون المحمول، انما احنا بنقول ان ادمان الشاشات ممكن يعرض الطفل لسمنه مفرطه، مشاكل بالعين، مشاكل بالدراسه لانه مش بينسق وقته، لكن يعرضه لتوحد مفهوم خاطئ بالمره. بالعكس على فكره، التلفزيون او مشاهده التلفزيون مقننه طبعا في مواعيد معتاده بتساعد الطفل جدا في تنميه المدارك وتنميه اللغه، وحتى الاطفال الصغيرين مشاهده الطفل الصغير للتلفزيون في وجود امه بيعمل نوع من المشاهده التفاعليه اللي بتساعد على تنميه اللغه.
فما ينفعش ان احنا نلصق التهم ونقول ان جاله توحد عشان بيتفرج على التلفزيون. وعلى فكره بالمناسبه كمان من المفاهيم الخاطئه ان احنا نقول جاله توحد نتيجه الحرمان البيئي. الحرمان البيئي ما بيعملش توحد. الحرمان البيئي ده ممكن يعمل قله خبره عند الطفل ولكن ما يعملش توحد. كذلك الحرمان الامومي ما بيقللش ادراك الحواس عنده. لا يمكن ابدا، لا يمكن. والا كان يبقى اطفال الملاجئ مثلا ودور الرعايه مرتع بقى للتوحد، ما بنشوفوش ابدا. فالصاق التهم بدول يعني بعيد تماما عن الصحه. طيب خليني برضو اكون صريح معاكي، اسباب مرض التوحد في ناس ارجعته لحاجات كتير جدا. عايز اعرف حضرتك لما ذكرتي مرض التوحد كتعريف قلنا ان بيكون مريض عنده استعداد وراثي بعد كده بيحصل الجانب العضوي. بالظبط كده. كلامنا قبل التسجيل واللي عايزين نقوله للساده المشاهدين ان الاكتشاف المبكر للمرض هو بيكون المفتاح للوصول لامثل النتائج. تمام. عايز اعرف الاكتشاف المبكر المعيار بتاعها لغايه سن كام؟ هو الحقيقه من اول سن كام لحد سن كام ده، انا بقول من اول الشهور الاولى ظهور اي اعراض للاضطرابات النمائيه او اي اعراض غريبه على الطفل لحد عمر الخمس سنوات بسميه اكتشاف مبكر. اما نرجع تاني لمساله اسباب التوحد او ايه ليه يعني في توحد، المفهوم ده اللي عند الناس عايزين نوضح ان احنا قلنا ان هو استعداد وراثي، وقلنا ان هو اصابه بالجهاز العصبي. جت منين الاصابه ديت؟ احنا بنقول للتعرض الطفل للمثيرات اللي موجوده في البيئه حوالينا. المثيرات دي على فكره ممكن تكون اي شيء يرفع درجه حراره الطفل، او فيروسات، البكتيريا، بعض اجزاء الدواء والتطعيم، حتى ادخال الطعام للطفل في مرحله الفطام يعد بعض المثيرات للجهاز العصبي والمناعي. فاذا احنا امام جيش هائل من المثيرات موجود حوالينا في البيئه. حتى ان في ابحاث على فكره ربطت ما بين تقدم التكنولوجيا اللي احنا فيه دلوقتي وما بين الاعداد المتزايده للتوحد. ده ليه؟ لان الموجات الاشارات اللي هو الراديو فريكوينسي الكتروماجنتيك ويفز دي احد المثيرات الموجوده. فاذا انا ما اقدرش كمان على فكره امنع المثيرات دي، ما اقدرش اسيطر عليها. مقدرش على كلام حضرتك ده. فالحاجه الوحيده اللي في ايدي هنا هي الاكتشاف المبكر، وده السلاح الوحيد الامن. طيب حضرتك ذكرتي في الاجابه لفظ يعني كتير من الساده المشاهدين هيبقوا محتاجين تعريف مبسط له. اذا ظهرت على الطفل اي اعراض نمائيه، عايز اعرف يعني ايه اعراض نمائيه؟ الحقيقه الاعراض النمائيه دي هي كلها اللي بنسميها او الاضطرابات النمائيه هي اعراض التوحد بصفه عامه. وعلى فكره الام هي ممكن ما تقدرش تعرف ان الطفل عنده اضطراب، لكن هي بمنتهى البساطه الام وانا عندي قانون ممكن احط الكلوم، اي طفل في اي مرحله عمريه غير قادر على التواصل باي صوره فهو طفل عنده مشكله ويحتاج مراجعه الطبيب على طول. برضه عشان احنا نفيد الامهات من الحلقه دي. تمام. كلمه غير قادر على التواصل زي الطفل ايه؟ الطفل بيبقى قادر على التواصل من اول يوم في عمره، بمعنى اصح ان نظره الطفل، التواصل البصري، انه بيضحك وبيبتسم، انه بيحرك ايديه ورجليه لما ما بيشوف الام قدامه، كل ده هي مؤشرات ان الطفل متواصل معاه، والا يكون الطفل عنده مشاكل مثلا بالجهاز السمعي او انه عنده اضطرابات بالتواصل. وهكذا لحد ما الطفل يبدا يكبر، والام تقدر انها بالمقياس البسيط ده تقدر تحدد اذا كان الطفل ده يحتاج مساعده طبيه ام لا. اما بقى الخط الدفاعي الاول اللي انا ببني عليه الاكتشاف المبكر هو طبيب الاطفال. خلال زياره الطفل لطبيب الاطفال حتى في الاوقات العاديه ما هوش تعبان ولا حاجه، المتابعه العاديه، طبيب الاطفال مطلوب منه لازم ان هو يفحص الجهاز العصبي ويراجع جدول التطور حتى لو ما ظهرش اعراض برؤى العين عشان الاكتشاف المبكر. عشان اقدر انا احدد ان الطفل ده محتاج حالا، يعني انا شفت ان الطفل فيه مشكله معينه احدد المشكله دي وفورا ابدا العلاج. وبالطريقه دي انا بحمي الطفل من ويلات كتير جدا من مشاكل التوحد في المستقبل. انا كده قضيت عليه وهو في مهده، قضيت على المشكله ديت من قبل ما تبدا تظهر. اما الاعراض فهي احنا ممكن نسرد بعض الاعراض اللي زي الاكثر اعراض مميزه بصفه عامه. الاطفال اللي عندهم توحد او اللي عندهم الاضطرابات النمائيه دول بيكون اطفال عندهم مشاكل معينه في التطور، في تاخر عام، يكون عندهم بعض الانتكاسات، يعني المهارات اللي بيكتسبها دي بيحصل لها نوع من التراجع، ويكون عندهم صعوبه بالتواصل السمعي والبصري. الطفل ده مش شايفني، هو انا مش في الكادر بتاعه نهائي، بمعنى انه عنده نظره جانبيه، بيبقى دايما مش بيتحاشى او يتلاشى ان هو يشوق انه يبص نظره مباشره للي قدامه. عنده مشاكل في الجهاز السمعي، بمعنى ان هو عنده اضطرابات سمعيه، فاذا ممكن يحس بالاصوات العاليه جدا، ونجد الطفل بيصرخ لما بيسمع الاصوات العاليه في حين انه ما بيردش عليا لما بناديله مثلا. عنده طبعا فرط حركه شديد جدا، صعوبات في التركيز والانتباه، ممكن الطفل يكون بيتوتر جدا في الاماكن المزدحمه والاماكن المغلقه، ممكن يكون الطفل ده عنده اضطرابات في النوم، مشاكل كتير جدا. وطبعا في يعني سرد وحاجات كتيره جدا ممكن الام تشتكي منها، خاصه مثلا بان الطفل ما بيلعبش زي بقيه الاطفال الثانيه، ما بيتفاعلش ابدا مع الاطفال اللي في سنه، فهو ممكن يرص الالعاب. نعم انعزالي يعني
مش فكره الانعزال، ممكن يكون طفل يعني زي الموتور في شقه، حركه كثيره جدا ولا يشعر بالالم ولا يقدر المسافات وما بيسمعش اي نوع من التعليمات، انما هو ما بيقدرش يلعب بالطريقه الطبيعيه مع الاطفال، ده لان هو عنده مشكله في التواصل. ممكن يرص الالعاب بتاعته بطريقه نمطيه جدا، انما ما يلعبش مثلا بالعربيه على انها عربيه والكره على انها كوره. دي الحاجات اللي الام بتحس بيها وتيجي تقول انا حاسه ان ابني فيه حاجه غريبه. وطبعا في تاخر لفظي، او في اطفال ممكن تكون عندها تصديه للكلمات وخلاص. يعني ايه تصديه للكلمات؟ تصديه يعني هو بيكرر الكلمه، بساله اسمك ايه يرد عليا باسمك ايه. دي بتبقى الامهات ممكن تتخيل ان الطفل هنا عنيد، او الطفل مش عايز يرد عليا، في حين ان الطفل بيواجه مشكله هو مش عارف يوظف اللغه. طيب برضو خليني اقول لحضرتك على حاجه، في كتير من المصابين بمرض التوحد بيكون ليهم تصنيفات، بمعنى انا فريق الاعداد لما جينا درسنا مرض التوحد لقينا ان لا الموضوع فيه مستويات وتصنيفات للمرضى. خليني اصحك المعايير اللي على اساسها بتحدد التصنيف بيكون ازاي، وهل فعلا في بعض التصنيفات بيكون مرحله العلاج صعبه جدا؟ طيب هو التصنيفات اللي متعارف عليها زي مثلا اختبار كارز، والحقيقه ده بيخص الساده المختصين في مجال التاهيل والتدخل المبكر عشان يحدد يقيم الطفل ويحدد الجلسات بتاعته. اما احنا كاطباء الحقيقه احنا ما بنستخدمش المقياس ده، على قد ما احنا بنحتاج نقسم التوحد ده لفريقين، هو الجزء عنده مضاعفات كبرى وجزء عنده مضاعفات الصغر. المضاعفات الكبرى دي هي اللي بسميها هي الناقوس، اللي بيقول لي ان الجهاز العصبي في حاله استثاره مستديمه، ولازم هنا انا ابدا اتدخل بالعلاج. زي ايه المضاعفات الكبرى دي؟ الصراخ المستمر، الطفل على طول بيصرخ باصوات عاليه، عنده حركات نمطيه طول الوقت، الطفل عنده عنف شديد وايذاء للنفس، ممكن يخبط راسه او ممكن ياذي حد من اللي حواليه، ممكن يكون عنده اضطراب شديد جدا في النوم ما بينامش نهائي. وطبعا هنا انا لما بلاقي الاعراض دي على طول فورا لازم ابدا علاجها، ودي بتكون اول شيء لازم اعالجه بالنسبه للطفل. اما الاعراض الصغرى فهي انا ما عنديش الاعراض الخطيره دي، انما لا زال عندي، ما عنديش اعراض خطيره لكن لا زال عندي اضطرابات في التواصل، تاخر في اللغه، عندي مشاكل بالحواس وهكذا. طيب برضو في كتير من الامهات لما بتيجي طفلها لسه مولود اول ما يتاخر في الكلام، طيب ممكن نقول بابا نقول ماما الطفل اتاخر شويه في الكلام، خلاص يبقى الطفل ده مصاب بمرض التوحد، وبتبتدي تحزن على الموضوع ده بشكل كبير جدا. خليني اسالك المعيار، او اللي نقدر نقول الوقت الستاندر او متوسط الوقت اللي بعد كده لما يبقى فيه صعوبه في الكلام نقدر نقول ان في مشكله عند الطفل ده في التواصل، من امتى لامتى؟ والحقيقه انا عايزه اقول لكل الامهات مش لازم تقلق لما الطفل ما يتكلمش زي مثلا زي ولاد عمه او زي ولاد خاله. بالظبط، لان الحقيقه هي دي بترجع لاسباب وراثيه. كمان مش كل طفل اتاخر في الكلام يكون عنده توحد، ممكن جدا يكون عنده مشاكل اخرى. بعيدا طبعا عن ان انا اقول ان ده تطور طبيعي وان الطفل ممكن يتكلم لحد 3 سنين ويبقى شيء طبيعي، مجرد ان ما دام الطفل مدرك معايا وبيقدر يوظف اللغه دي او بيقدر ان هو يعني يتفاعل معايا فهو طفل طبيعي. اما اذا كان عنده بعض المشاكل الاخرى في خاصه مثلا باللغه او كده، فممكن جدا يكون عنده حاجه مثلا زي تاخر نمائي مثلا، هو متاخر شويه لكن بعد لما بيبدا يكبر يتحسن، او ممكن يكون عنده حاجه اسمها الحبسه الكلاميه مثلا، ودي ملهاش علاقه بالتوحد. فانا هنا طالما الام شايفه ان الطفل ده قادر على التواصل معايا بطريقه طبيعيه وبيكتسب اللغه، فاذا هو طفل مش مصاب باي مشاكل خاصه. امتى احس بالخطر؟ لو انا حدث عندي توقف للمخزون اللغوي ده او تراجع للمخزون اللغوي، هنا اقول للام في مشكله. وطبعا في امهات عند النقطه دي تقول اصل احنا في فتره الكورونا فالطفل بدا ينسى اللغه. الحقيقه مفيش حاجه اسمها طفل بينسى لغه، طفل بيستبدل لغه ماشي، انما ينسى اللغه لا. طيب دكتورة رشا برضو في نقطة خليني أكلم معاكي فيها، في كتير من الأبحاث كانت بتقول إن مرض التوحد هو مرض سلوكي ولو جانب وراثي، اللي أنا عرفته من حضرتك إن لا الموضوع كمان بيوصل للجانب العضوي بشكل أكبر. خليني أكلم معاكي عن البروتوكول اللي حضرتك بتتبعيه. المريض لما بيجيلك إزاي بتقدري تبتدي نتشخص إن ده مصاب بمرض التوحد، وفي نفس الوقت سبل العلاج من الجهة الطبية للمرض العضوي بتكون إزاي؟ تمام. والحقيقة بعد تشخيص الطفل طبعا لو اتكلمنا عن التشخيص المبكر فده افضل سن، ان انا ما بيجيش اصلا الطفل باعراض، انما انا بكتشف مبكر عشان ابدا اعالج على طول. طب فرضنا ان الطفل جه باعراض التوحد واحنا تم التشخيص عندنا، بنعمل ايه؟ على طول بنبدا تصنيف الطفل ده للاعراض الكبرى والاعراض الصغرى، وبيبقى عندي هنا الهدف الاول هي السيطرة على الاعراض الكبرى دي. مجرد ما بتتم السيطرة على الاعراض الكبرى بنبدا على طول مرحلة التحفيز. يعني نبدأ ندي بعض العلاجات الداعمه للمخ ودعايه الخلايا الداعمه لخلايا المخ والذاكره، ومعاها بيبدا التاهيل اللي هو جلسات التاهيل. يعني ذكر حضرتك للتحفيز هو العلاج المناعي والعلاج الهرموني، العلاج المناعي ولا حاجه ثانيه؟ العلاج المناعي والهرموني والعلاجات دي بتكون في اول مرحله عندي.
طبعا العلاج المناعي مثلا ده مستند جدا على وجود الاجسام المضاده والاجسام المناعيه في الدم والسائل الشوكي للطفل. خطوات العلاج المناعي والهرموني بيكون ازاي بشكل مبسط؟ هي الحقيقه دي بيفهمها كل طبيب، وانا الحقيقه مش بحب ان احنا نتكلم عن، احنا عايزين نعرف الساده المشاهدين. في الحقيقه سمه نسينا نذكرها من سمات التوحد، والحقيقه هي مش سمه في الطفل لكنها سمه في الاهل. بمجرد ان هو بيسمع عن اي علاج ايا كان الاسم ده وجايبه منين، هو بيبدا يجربه فورا على الطفل. والحقيقه ده مساله خطيره جدا، مساله تكاد طبعا. علشان كده احنا بنقول ان احنا لو كلمنا نتكلم مع الاطباء هنبدا نتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل، انما بالنسبه للكلام للامهات تبقى عارفه ان في حاجه اسمها اتجاه العلاج المناعي، ان انا هبدا على طول فور ان انا فشخصت وعندي الاجسام المضاده دي موجوده في الدم وموجوده في السي اس اف او السائل الشوكي، بنبدا على طول مرحله علاجيه مشابهه جدا لعلاج التهابات المخ. دي ممكن تتم في المستشفى او تتم في بعد كده بالمنزل، ودي على فكره بتحقق نتائج حلوه جدا بمجرد ان الطفل بياخدها، خصوصا لو تمت في مرحله مبكره ويكون سن الطفل صغير يعني تحت ال7 سنين مثلا. طيب دكتوره رشا، برضو خليني اتكلم في البروتوكول بتاع حضرتك او الخاص بيكي. هل دايما بتستخدمي مع المرضى العلاج المناعي ولا الهرموني، ولا للوصول لافضل نتائج بيكون في ميكس ما بينهم؟ هو الحقيقه البروتوكول ده بروتوكول مرحلي، يعني انا لازم احدد المرحله اللي هبدا منها علاج الطفل، وبناء عليها وبناء على وجود الاعراض بنبدا في العلاج. وكلامنا مثلا عن العلاج الهرموني ده يعتبر من الابتكارات الطبيه. ليه؟ لان العلاج الهرموني ده يعني الاساس بتاعه بيحسن التواصل البصري والكلام واللغه عند الطفل. والحقيقه هو ليه بنقول عليه علاج مبتكر؟ لانه علاج فعال وامن جدا وفي نفس الوقت سهل، هو عن طريق الاستنشاق، فما بيزعلش الام في حاجه، ما بتحسش ان انا حتى بديها علاج، بتعتبر ان ده استنشاق يعني خارج جسم الطفل اصلا. فانا كل طفل بيتعرض لعلاج معين، مش كل طفل زي التاني، بناء على المرحله العلاجيه وبناء على الاعراض اللي موجوده. طبعا بالنسبه مثلا للسؤال هل انا بستخدم معاهم مثلا نوع من انواع المهدئات مثلا، اكيد لو الطفل بيحتاج للمهدئات لانه مثلا في مرحله الكلام ده في الاعراض الكبرى طبعا هستخدم معاه المهدئات، بس انا ليا قوانين، بمعنى ان انا لازم يكون في داعي طبي، لازم يكون بجرعات معينه، لازم يؤخذ العلاج المهدئ ده كمان مع علاج اخر داعم لخلايا المخ. وفي نفس الوقت برضو انا لما باجي ادي الطفل علاج زي ده لازم يكون تحت المتابعه التامه، ولما باجي اسحبه بيبقى تحت المتابعه وبيكون تدريجيا جدا فبيكون امن. طيب دكتور رشا، في كتير من الامهات بعتين على صفحه البرنامج سؤال، هل لازم او وجوب ان الطفل المصاب بمرض التوحد يكون عنده قدرات خاصه؟ يعني هم طبعا حضرتك عارفه ان في قولبه في عالم الميديا او في الاعلام ان مريض التوحد لازم يكون عنده قدرات خاصه بيه، ذكي زياده عن اللزوم، بيكون عنده يقدر يعمل عمليات حسابيه بشكل سريع، الذاكره عنده بتكون عاليه. هل الموضوع ده فعلا لازم يكون كل مريض توحد عنده قدره خاصه، ولا الكلام ده كلام تلفزيون؟ هي مش حكايه كلام تلفزيون بس، هنا كلام حضرتك عن متلازمه سبيرجر او التوجه الاوحد، التوجه المهاري الاوحد. ده بنقول بيحصل ازاي؟ في اثناء مراحل التطور العاديه جدا اللي بتحدث داخل الدماغ بيكون في حاجه اسمها الشجره العصبيه. الشجره العصبيه بتحتاج نوع من التقليم والتهذيب علشان ينشا الطفل بطريقه صحيحه. ده بيحصل بطريقه بشكل تلقائي المفروض. بشكل تلقائي الطبيعي جدا. اللي بيحصل بقى اثناء لو حصل اصابه بالتوحد ان الشجره ده بيحصل توقف تام لعمليه التقليم والتهذيب، فبتبقى شجره متشابكه جدا وبتزيد الوصلات العصبيه. في المرحله دي ساعات تحدث طفره محاوله انها تصلح الخلل. الطفره دي بتصلح ايه؟ في اتجاه واحد بس، لمهاره واحده بس، وطبعا تاركه بقيه المهارات زي ما هي، تكون متدنيه طبعا، تكون متدنيه وفي حاله تراجع مستمر. فينشا الطفل ده ويكبر ونلاقي ان هو المنطقه اللي حصل فيها التهذيب المثالي دي، نلاقي الطفل مثلا عنده ذاكره فوتوغرافيه، قدره معينه، بارع في الموسيقى في الحساب او اي حاجه، اما باقي المهارات فهي متراجعه تماما. طيب الطفل لما يوصل للمرحله دي هل فعلا ممكن نقدر نقول احنا هنشفيه من مرض التوحد بشكل كام، ولا بنبتدي ننتقل لمرحله التكيف مع المرض؟ يعني نقدر نقول لغايه سن كام، حضرتك ذكرت في اول الحلقه الكشف المبكر، لغايه سن كام بنقدر احنا نعالج مرض التوحد بنسب كبيره جدا، وبعد كده بننتقل لمرحله التكيف مع مرض التوحد ونحد من اثاره؟ هو الحقيقه طبعا الاكتشاف المبكر وان انا اعالج الطفل تحت ال7 سنين او تحت ال10 سنين ده العمر المثالي. تحت ال10 سنين بالظبط، تحت ال10 سنين. اما فوق ال10 سنين فاحنا بنحاول نوصل لافضل نتيجه ممكنه مع هذا الطفل.
ما اقدرش اقول مثلا ان ده حد فاصل وان انا بعد 10 سنين خلاص الموضوع اصبح منتهي. بالعكس، كل مرحله بيبقى ليها العلاج بتاعها وليها البروتوكول الخاص بيها. فانا بطمن الامهات، يعني ما اقدرش اقول القطر فات خلاص مش هينفع يتعالج وهكذا، لكن انا في مرحله معينه بقول ان هي دي افضل مرحله، اللي بقول عليها مبروك الطفل خف الحمد لله. دي المرحله الصغيره تحت الثلاث سنين الخمس سنين دي، ما بيكبر الطفل مبقاش خلاص انتهينا، مفيش عنده اصلا توحد. طيب دكتور رشا، خلينا انتقل معاكي لموضوع مهم جدا، وفي كتير من الاخبار اللي بتبقى مكتوبه على وسائل التواصل الاجتماعي او في الميديا بشكل عام بتتكلم عن علاج مرض التوحد عن طريق اللايف ستايل، اسلوب التغذيه، العادات الصحيه اللي بتتبعها مع الطفل. هل فعلا الموضوع ده نقدر نقول ان هو كافي انه يعالج مرض التوحد، ولا هو مجرد عامل مساعد؟ وفي نفس الوقت عايز استغل وجودك معانا ونقدم روشتة بطريقه العادات الصحيه بالنسبه للجانب الغذائي او العادات اليوميه. طيب انا بالنسبه لمساله سؤال حضرتك هنا، واضح انه الحميه الغذائيه اللي بعض الناس بتستخدمها في علاج التوحد. بالظبط. طبعا الكلام ده مش سليم، مفيش حد ابدا يقدر يقول ان الحميه الغذائيه مثلا ان انا اكل اكل صحي او حاجه زي كده دي تكون خطر بالنسبه للاطفال. بالعكس، الاكل الصحي اكل مفيد، لكن وضع الطفل على حميه غذائيه خاصه خاليه مثلا من الالبان والجلوتين او القمح، طبعا دي جريمه في حق الطفل. ليه؟ لانها مش علاج. الحمية الغذائية ليست علاج من قريب ولا من بعيد بالنسبة للتوحد. وانا عشان اطبق حمية غذائية او ان انا اقول الطفل ده يحتاج الى الحمية سواء كان عنده توحد او ما عندوش توحد، يبقى لازم الطفل ده يكون عنده حاجة اسمها التحسس، التحسس من اطعمة معينة زي الالبان والقمح. في الحالة دي انا لازم بعد ما اجد عنده بعض الاعراض زي مثلا اسهال، امساك مستمر، الطفل عنده انتفاخ بالبطن، عنده تدهور في الحالة الصحية العامة، بعمل له تحاليل في الدم وفي البراز. إذا ثبت إن الطفل ده عنده تحسس في الحالة دي أنا هطبق معاه نظام الحمية الغذائية، بس ده لا يغني عن علاج التوحد. هطبق الحمية وهطبق العلاج. عامل ومش عامل مساعد حتى، هو أنا بعالجه عشان هو عنده تحسس مش عشان عنده توحد. طب بالنسبة للحمية الغذائية هل بيكون فيها معاها حاجة تانية؟ يعني فلنفرض مثلا لازم الطفل يكون له عدد ساعات معين يبقى خارج المنزل، يبقى في تفاعل مع البيئة. طبعا أكيد. طيب طبعًا. البنود اللي إحنا بنتعامل فيها بتكون زي إيه؟ احنا طبعا مع العلاج الطبي بيبقى فيه علاج تاهيلي. العلاج التاهيلي بيبقى مختص بيه هو اخصائي التاهيلي او اخصائي المهاري، ده بيقعد مع الام ويفهمها ايه هو اللايف ستايل اللي المفروض ان الطفل يكون موجود فيه. تمام. بيبقى في جلسات طبعا، عن جلسات مهاريه لتنميه الادراك وتنميه الذكاء، جلسات عشان التخاطب، وفي نفس الوقت في العامل الرياضه، ان توجيه الطفل للرياضه مهم جدا جدا. الرياضه زي ايه؟ اهمهم السباحه والخيل، وإن ما كانش السباحة والخيل دي حاجة متوفرة، أي نوع من أنواع الرياضة مهم أن الطفل يخرج ويتعامل مع الناس ودمجه في المجتمع، ده مهم جدا، خصوصا كمان للحالات اللي احنا بنبقى في سكة العلاج، لأن الطفل ده بعد لما بيتم علاجه محتاج تأهيل جدا، لأنه محتاج يخرج للمجتمع ومحتاج يندمج. طيب دكتور رشا، في نهاية الحلقة احنا دايما معودين السادة المشاهدين لبرنامج دار الطبيب ان احنا بنلبي رغباتهم، بيكون في تفاعل دايما بشكل مباشر. في سؤال جه لكتير من الأمهات على الصفحة بيقول هل فعلا في حالة ظهور خلل في المخ للمريض المصاب بالتوحد هنا بيكون العلاج اللي هو الأدوية المستخدمة للتشنجات والصرع، هل فعلا بتساعد في علاج مرض التوحد، ولا الكلام ده بيكون خطر على الطفل؟ طيب السؤال ده مهم جدا لسبب بسيط، ان 69% من المصابين بالتوحد عندهم اضطرابات كهربائية بتظهر في رسم المخ الكهربائي. تمام. بس ده مش داعي ابدا ان انا ادي أدوية التشنجات. أدوية التشنجات بديها فقط لو في نوبات صرعية، يعني في نوبات صرعية سواء كانت التشنجات أو حاجة اسمها الغياب اللحظي. في الحالة دي أنا يحق لي إن أنا أدي الطفل أدوية التشنجات. وبالمناسبة عند اختيار دواء التشنجات في حالة وجود توحد بنختار من المجموعات الأقل تأثيرا على الإدراك، لأنها لها آثار جانبية طبعا وإحنا بنحاول نتلاشاها. بالنسبة للي بيسأل على إن أديها ولا إذا كان الطفل فعلا تم اعطائه هذه الادويه وهو لا يعاني من تشنجات، فطبعا توجه للطبيب عشان يقوم بسحب الادويه دي فورا. دكتوره رشا، احنا كنا سعداء جدا باللقاء مع حضرتك. خليني برضه اقول لك مرض التوحد من الامراض المهمه جدا ولازم يكون في تنظيم فيها بالنسبه للحلقات المتسلسله، عشان كتير من الساده المشاهدين عايزين يفهموا عنه اكتر. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه حلقه النهارده من برنامج دار الطبيب الموسم السادس على قناه الصحه والجمال. انتظرونا في مفاجات اكتر مع نخبة في كافة التخصصات. دمتم بصحة وسلامة.